تعرض لاعب وسط الأهلي المصري حمدي فتحي لإصابة قوية في تدريب الفريق لمساء أمس السبت. وأوضح موقع يلا كورة استنادا لمصادره أن حمدي فتحي تعرض للإصابة في تدريب الفريق، وخص على فحص مبدئي أثبت معاناته من إصابة في العضلة الخلفية. وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب خضع لأشعة بأحد المراكز الطبية، مبرزا أن الأمور المبدئية تشير إلى شد قوي وربما يصل إلى تمزق في العضلة الخلفية. وتابع أن الجهاز الطبي لديه يقين بأن الإصابة ستبعد اللاعب لفترة لن تقل عن 3 أسابيع، وأن حظوظ لحاقه بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد الرياضي باتت صعبة للغاية في انتظار نتيجة الأشعة. ويستقبل الأهلي ضيفه الوداد يوم 4 يونيو المقبل، على أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين بالدار البيضاء يوم 11 من الشهر ذاته. You